في الدار البيضاء بالضبط مع شويه ديك 9 ونص تاع الليل العساسه غادي يسمعوا ثلاثه تاع القرطاسات ضحيه للضرب القرطاس برنامج معروف وعساس واحد هو اللي غادي يشوف بعينيه داك الشيء اللي وقع نو نس انا باكي سمعت هذا القرطاس هذا الشيء اللي سمعته كاينه طوموبيل كليراك فيها واحد تخيلوا معايا من وسط الطوموبيل ويا غاده خرج القرطاسات و داك السيد فراسو و بطبيعة الحال من القصة فيها القرطاس و مالي ملك محمد السادس غادي في القضية و يعطي الامر للمخابرات المغربية باش يدخلوا و في اقرب وقت خوتي خوتي اش كي بخير كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير القصه تاع اليوم تحت الطلب تاعكم بزاف الناس كانوا صيفطوا ليا في انستغرام في الشهور الاخرين وقالوا لي دوينا على القصه تاع البرنامج عبد اللطيف مرداس واخيرا اليوم قررت انني غادي نعاود لكم هذه القضيه هذه وخاصة اليوم ودار فيا الضوء حتى كنحس براسي طيب ولكن ضروري غادي نكمل لكم القصه اليوم والمونتاج كل حالكم خوتي شكرا على الدعم تاعكم شكرا بزاف الناس اللي كي كيديروا لايك كومونتير وبارطاج شكرا لكم من القلب خوتي خواتاتي اللي مشترك في يوتيوب وباقي ما يفعل الجرس ضروري تفعلوا الجرس حيت عندي واحد المشكل في يوتيوب بغيتكم تفعلوا الجرس باش وقت ما شي فيديو يوصل لكم هكا القناه غادي تم غادي شويه بشويه حيت بزاف ديال الناس كيصيفطوا ليا تيقولوا لي الفيديوهات ما كيطلعوش لنا قدر دابا طلع لك هذا الفيديو المره الجايه ما طلعش لك الناس اللي باقي ما مشاركينش. اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا نبداو القضيه القضية تاع اليوم غادي نبداو مع واحد السيد اللي سميتو عبد اللطيف مرداس اللي تزاد في 1963 عبد اللطيف من بعد ما قرا وخدم غادي تزوج بواحد السيدة اللي كان سميتها تزوج بها وكانوا عايشين بخير وعلى خير وفرحانين ولدوا جوج بنيات وولد عبد اللطيف واحد السيد اللي كان بغى يوصل لشي مرتبة عالية غادي بدا كيخدم شوية بشوية على راسو حتى غادي يولي برلماني وعضو في حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس كان عايش بخير وعلى خير في حياته وعايش مع ما كان عنده مشكل ولكن في البداية تاع 2017 هنا باش غتبداو المشاكل غادي نحقصوا الشهور الاولانيين تاع 2017 وغادي نمشيو ديريكت في 2017 شهر 3 وبالضبط نهار سبعة عبد اللطيف في ذاك النهار دوزو كاملو في الخدمه ما غادي يخرج من الخدمه حتى جوج ديك 9 خرج في الطوموبيله تاعو تمجي للدار حتى غادي يصوني ليه التليفون غادي يهز التليفون وغادي يجاوب وغادي تقول ليه بنتو ضروري تجي معاك شي حاجه للعشاء راه ماما ما كايناش في الطه داكشي اللي غادي يوقع ديك الساعه غادي يدوز عند واحد من الماكله غادي تقدا كاع داكشي اللي خاصو وغادي تم غادي للدار البلاصه فين كان ساكن عبد اللطيف في الدار البيضاء وبالضبط في حي كاليفورنيا تقريبا مع جوه قربات العشره قربت توصل للعشره عبد اللطيف غادي يكون وصل حدا الفيلا تاعو وورك على التيليكوموند باش الكراج يتحل هو واقف حدا الكراج حتى كيسمع شي طوموبيله مكسيريه جايه موراه هاد الطوموبيله اللي كانت جايه مكسيريه غادي تفراني حدا الطوموبيله تاع عبد اللطيف وغادي تم ديزا من حداها غير بشويه وهي ديزا من حداها غير بشويه واحد السيد راكب اللور غادي يخرج واحد المكحله وغادي يضرب عبد اللطيف ضربات في <applause> وضربه في <applause> بطبيعة الحال عاود لطيف مع جا هاد الضربات هادي في, في البلاصة غادي يموت والناس اللي كانوا تماك سمعوا صوت القرطاس وكل شيء خرج واحد الحساس اللي كان قريب من مسرح الجريمة وشاف كل شيء بعينيه دغيا الناس غادي تجمعوا وغادي يدوروا على الطوموبيلة غادي يلقاو بلي السيد ميت الطوموبيلة كلها عملات من الداخل بالدم ديك الساعة غادي يدوروا البومبية والبوليس بطبيعة الحال البوليس مع سمعوا بلي القضية فيها القتل والقرطاس وبرنامالي ديك الساعه غادي يجيو الشرطي العلميه دغيا لمسرح الجريمه دخلوا قلبوا السيد لقاو بلي مات ديك الساعه دوه بلومبيلونس باش يجيروا ليه التشريح البوليس اللي جاوا غادي تفرقوا لجوج مجموعات مجموعه غتبدا بدا كتقلب في مسرح الجريمه غادي يجيوا واحد الباريال على ديك البلاصه فين وقعت فيها الجريمه وغادي بدا يقلبوا وسط الطوموبيله والبلايص اللي حداها وبوليس اخرين غادي يبداو يدوروا كيسولوا العساسه وكيسولوا الناس اللي ساكنين تما طبيعه الحال كما كنعرفوا بلي حي كاليفورنيا في الدار البيضاء حي اللي عامر بالعساسه وفيه الامن قليل قليل فاش كنسمعوا انه وقع هاذي شي سرقه باش نسمع بان شي واحد ماتوا بالقرطاس شي حاجه غريبه العساس اللي حضر اجا فاش وقع من الاول حتى الاخر جا فعب تلتيف مرداس كيفاش حتى مات غادي تجيو الكوميساريه غادي تجيو الكوميساريه وغادي يبداو كيحقوا معاه غير بشويه بشويه وغادي يقول لي غادي عاود نعشتي من الاول حتى الاخر وويك تنسى شي حاجه غادي يقول لهم بلي انا كنت كاسوس وسط البيتيكا تاعي حتى كنسمع شي طوموبيلي جايه مكسيريه انا خرج من البيتيكا تاعي باش نشوف اش وقع ما نجيش شكون إيه هي هاد الطوموبيلي جايه مكسيريه حتى كتبان لي طوموبيله كحله داسيه كانت جايه مكسيريه مع حتى الطوموبيله تاع عبد غادي نقص السرعه وغادي تمد يسم غير بشويه الطلوبيله كانوا راكبين فيها جوج الناس بالضبط واحد سايق وواحد كان راكب اللور غادي دوزم محدا الطلوبيله تاع بطلتي في شويه وهداك اللي راكب اللور غادي يخرج واحد المكحله وغادي يضربو ثلاثه القرطاسات القرطاسات اللي ضربوا الصراحه ما عاش فين ضربهم بالطبز ولكن سمعتهم باللي كانوا ثلاثه غادي يبدا كيسولوه اسئله كثيره والسؤال المهم هو غادي يقولوا ليه واش شتي تاع الطوموبيل العساس غادي يقول لهم ما رديتش ما ديتهاش فيها البوليس غادي يقول ليه واش هي الطوموبيله فيها بلاكه تاع مراكش ولا كازا ولا الرباط قال لهم والو ما ديتهاش فيها وكان لام وهي كانت غاده مكسيريا البوليس ديك الساعه غادي يخرجوا هذا العساس حيت ما عطاهمش شي معلومات اللي غتعاونهم في التحقيق عطاهم معلومات اللي عاديه محققين غادي كيتجمعوا بيناتهم واحد الخارجيه وغادي يقولوا باللي هادي غتكون غير حسيفه شي واحد اللي غادي يكون عنده معاه حسابات هو اللي صيفط ليه هادو باش يقتلوه فديك الليله بالضبط الشرطه العلميه غتبدا كتشرح للجد تاع عبد اللطيف باش يشوفوا السبب الرئيسي تاع الوفاه تاعو واش ليه دوك القرطاسات اللي ضربوه في صدرو في راسو هما اللي قتلوه ولا كاينه شي حاجه اخرى من بعد التشريح غادي يبان بلي دوك القرطاسات هما اللي قتلوه عبد اللطيف مرداس والقرطاسه بالضبط اللي, 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 اللي جاتو في الراس هي اللي قتلاتو دابا الشرطه العلميه غدوز غد باش تشوف نوع القرطاس اللي ضرب بيه عبد غادي يخرجوا القرطاس من الداخل تاع الجسم تاعو وغادي يديروا عليه الخبره وغادي يلقوه باللي تاع المكحله زيد على هادشي هاد السيد اللي ضربوه بالقرطاس ضربوه بثلاثه القرطاسات بالضبط ودوك الثلاثه كلهم ضربوه في الجسم تاعو يعني هاد السيد هذا جي يتيري مزيان بالمكحله الافتراض اللي قالوه البوليس واللي كان صحيح 100% باللي هاد السيد اللي تيري على عبط لطيف عنده علاقه بالسلاح يعني في ديما يستخدمه حيت الطريقه باش تيرى عليه مسافه والبعز وكيفاش ضربوه تيعرف مزيان يستخدم المكحله الافتراض الاول هو ان هاد السيد اللي دار هو قاتل متسلسل كتمشي عنده كتخلصو كتقوليه السيد اللي بغيتي يقتل ليك وكيمشي وكي يعني هو مولف بهذا الشيء ومولف كيتيري كي بالسلاح الافتراض الثاني اللي داروه هو ان هالسيت يقدر يكون صياد يقدر يكون كيمشي للغابه وكيصيد يعني مولف كيتيري كي بالمكحله والافتراض الاخر اللي المحققين هو ان هالسيت يقدر يكون في الخدمه تاعو كي كيستعمل السلاح يعني يقدر يكون عسكري ولا بوليسي بطبيعه الحال البوليس غادي ياخذوك كاع دوك الافتراضات حيت حتى شي متهم باقي ما بان مع الصباح المحققين غادي يبداو بحث اخر وما غيشوفوا واش عندو عنده شي عداوه مع, مع شي واحد غادي يمشيو للملفات تاعو غادي يشوفوا واش فايت شي واحد داير عليه شي شكوى ولا هو داير بشي واحد شي واش فايت تخاصم مع شي واحد فايت تعامل مع شي واحد في المحكمه غادي يجبدوا كاع الملفات تاعو وغادي يبداو كيحقوا فيهم باش غادي يقلبوا دوك الملفات ما غادي يلقاوش شي حاجه اللي دارت انتباه تاعهم غادي يلقاو بلي كاينين مخاصمات عاديين يعني ما كايناش شي حاجه اللي غادي يعيطوا على مولاها يبداو كيحقوا معاه يعني مخاسمات عاديين وقعوا له فرقه اخرى في كانت كتحقق مع كاع اصحاب مرداس بواحد بواحد كيجيبوه كي كيبداو كيحقوا معاه البوليس في هذه الوقيته كانوا بغاو مرت هو فورا كي مرت فهاد الوقيته كانت فواحد الحاله هيستيريه غير كتبكي المحققين بداو كيحقوا مع واحد بواحد من ابعد واحد راه عبط لطيف مرداس غادي يمشي يقربوا حتى غادي يوصل للعائله تاعو خلاو العائله هي الاخر حيت كانوا مزوين بزاف على داكشي اللي وقع خلاوهم الاخرين حتى غادي يوصلوا لمرته وافه. غتقول لهم بلي الرجل عبدلتي ما كانش كيبغي يجبد الصداع ويجي العداوه مع الناس شي واحد كاع كي كيجبدو كيسامح ليه ويجي يقول ليه سير الله لي يعاونك ما كيبغيش يتخاسم ويجبد الصداع غتقول لهم ولكن في البداية تاع 2017 كانوا عنده شي مشاكل مع خو الخطيبة تاعو محقق هنا ما غادي يفهموا حتى شي حاجه غادي يقول لها كيفاش الخطيبة تاعو يا كنتي هي مرته غتقول لهم بلي لا غتقول لهم بلي انا مزوج به ورا عبدلتي كان خاطب واحد البنت هاد البنت كانت تعرف عليها غير مؤخرا بنت باقا صغيره تعرف عليها وعجباتو ومشى لدارهم وخطبها غتقول لهم بلي هاد البنت خوله بنت تاع واحد من الاصدقاء تاع عبد اللطيف غتقول لهم بلي هاد صاحب هذا صاحب الروح بالروح سنين طويله هو كيعرفو وديما كيخرج معاه في الحملات الانتخابيه غيقول لهم بلي ديما كيعاونو كل عام حتى داك العام اللي فات هاد السيد هذا غادي يجيب معاه بنته باش تعاونو عبد اللطيف بنته عجباتو بزاف ومشاو دوا معاه وقال ليه بلي بنتك راه عجبتني وراه بنتي للدار وبنخطبها داك السيد صاحبو قال ليه مرحبا وداك الشيء اللي وقع عبد اللطيف مشى عندهم وبلاصة بالضبط كانوا ساكنين في واحد المدينة سميتها بن حمد وافقت البوليس بلي ديما كان عبد اللطيف كيجي عندها وتقول لها بلي قريبه راه غادي نتزوج ولكن وافا ما كاتش كتجي في جي كتقول بلي هادي راه هضره خاويه هضره وديزا يعني واحد المده قليله وغادي لبنت البنت وغادي يبقى معاه هي. ولكن واحد النهار وفا تصدم كتلقى باللي خو هاد البنت هادي جاي عندهم الفيلا وكيتهجج عليهم وكيضرب في الباب الدري كيضرب بالشد في الباب تاع الفيلا وهز معاه زرواطه وجهل هاد الدري هو خو خولة وسميتو مصطفى وعندو 27 عام هاد الدري مصطفى جا عندهم للدار وكيتهجج عليهم حد قال لك يتصور شي تصاور ما بين ختو وعبط لطيف تلوح في الانترنيت تصاور هادو ماشي عاجين تصاور اللي مخلي للادب الدري مصطفى معجب تصور تحتو التصاور تاع ختو في الانترنيت تصاور تاع ختو اللي كانوا عريانين جافها تصدم ديك الساعة جا الفيلا تاع عبد غادي يجي ليه الشوا قدام الفيلا وفي السيكتور كامل فين ساكن ويجي يقول ليه خرج داك انت راجل والله حتى نقتلك بقى تقريبا وقت طويل هو كيغوت وكيهدد فيه حتى بردوه الناس ومشى في حاله مصطفى غادي يمشي في حاله ولكن وقت قليل غادي يجوا البوليس وغادي يعتقلوه بطبيعه الحال عبد اللطيف ما غيدوش هذيك الشوارد دا اللي قدام الدار الكاميرا شداتو الكاميرا تاع الفيلا شدات كاع داك اللي دار غادي يمشي وغادي يرفع عليه دعوه والبوليس غادي يشدوه غادي يشدوه غير مده حيت بات مصطفى هو صاحب بطل اللطيف بات مصطفى غادي يمشي معه مع عبد وغادي ليه بلي عمره ما يعاودها وفوق قليل الدراري غادي يسامح ليه غادي يجي ليه تنازل وغادي يخرج وفا غتقول لهم واحد الحاجه غتقول لهم بلي هاد الدري مصطفى فاش كان جا الفيلا عندنا كيغوت كان تيجي يقول والله ونشدك عبد اللطيف حتى نقتلك وغتقول لهم بلي انا شاكه يقدر هو اللي يكون قتلو حيت مصطفى هذا حتى هو عنده داسيا وكحله وكاتكاز يعني كتشبه لهاديك اللي جا في العساس بعد ما سمعوا البوليس الاعترافات تاع وفاء غادي تاكدوا واش المعلومات صح ولا لا باش تاكدوا وعرفوا بلي صح هديك الساعه غادي يمشيو يعتقلوا مصطفى غادي يمشيو يعتقلوا مصطفى فهاد اللحظه هادي غادي يولي هو المتهم رقم واحد غادي يبداو البوليس كيحقوا معاه فاسمع الهضره اللي قالوا ليه فاسمع الاتهامات اللي عليه غادي يقر داكشي كامل وغادي يقول لهم بلي انا ما عندي حتى شي علاقه بالمتهم داس غادي يقول لهم اه بصح كنت تخازم ثانويه وقعوا بيناتنا شي مشاكل ولكن هاد المشاكل هادو ما غادي يوصلوش انني نقتلو غادي يقول لهم بصح كنت عندو الكازا الفيلا تاعو على تصور اللي كاين مصور هو اختي مصطفى غادي يقول لهم بلي هذاك الهضره قلتها في لحظه غضب يعني راه ما غادي يوصلش انني نقبضو ونقتلو وغادي يقول لهم غير هذا راه وقعوا بيناتنا مشاكل وتصالحنا البوليس هنا غادي يبدا كيسول مصطفى على ديك الداسيا ديك الطوموبيله داسيا اللي عنده هنا غادي يقول لهم بلي ديك داسيا راه مده طويله هادي باش بعثها لواحد صاحبي المحققين غادي يزيدوا يعمقوا في هاد القضيه هادي وغادي يعيطوا على صاحب مصطفى اللي بعليه الطوموبيل غادي يلقاو كاين غادي يجيبوه غادي يبداو معاه وغادي يسولوا اول سؤال واش بصح مصطفى بعليك ديك داسيا الكحله غادي يقول لهم بلي اه بصح على كارت كريز راه مصطفى باع ليا ديك الطوموبيل غادي يعاودو ليه القضية غادي يقول ليه بلي واحد السيد راه مات في كازا سميتو في مرداس، وهداك اللي قتلو كانت عنده داس كحلة. غادي يقول لهم أصلا بلي داك النهار فاش مات السيد في شهر 3 نهار سبعة أنا ماكنتش في المغرب، كنت خارج ومسافر بالطوموبيله خارج المغرب. البوليس بطبيعة الحال ما غاديش تخليهوش يمشي، غادي يبقاو كابتينو ويتاكدوا واش ديك الهضرة اللي قال صحيحة ولا لا. غادي تشوفوا تاكدوا واش السيد صح مصطفى واش نهار سبعة في شهر كان نيت مسافر بالطوموبيلة تاعو داسيا ولا لا فاش تاكدوا غادي يلقاو بلي الهضرة اللي كيقول صحيحة غادي يلقاو بلي السيد هذا كان مسافر خارج المغرب بالطوموبيلة تاعو داك النهار البوليس غادي تلقاو هاد السيد هذا ولكن باقي غادي مصطفى باش يشوفوا داك النهار بالضبط فين كان غادي يبداو كيبحثوا باش يشوفوا داك النهار بالضبط نهار سبعة في شهر تلاتة مع العشرة ما بين تسعود و العشرة مصطفى فين كان غادي يلقاو بان داك النهار مصطفى مع ديك تسعود كان مريح مع شي في القهوة الكاميرا تاع القهوة جداتهم جداتهم بأنه كان مريح مع شي صحابو من بعد مع ديك الجويه ديك العشره لا مصطفى غادي يخرج من القهوه وغادي يمشي لواحد البيسري هنا البوليس غادي يبداو كيتاكدوا بان مصطفى ما عنده حتى شي علاقه بالجريمه تاع عبد اللطيف داك النهار بالضبط الساعه فين وقعت الجريمه هذه مصطفى كان في مدينه اخرى اللي هي مدينه بن حمد يعني مصطفى ما كانش مجين الدار البيضاء كان في اخرى وهادشي اللي لهم الكاميرا تاع القهوه بطبيعه الحال البوليس ما غاديش يبقاو شادين مصطفى ما كاين حتى دليل كيبين بان مصطفى عنده علاقه بالجريمه تاع عبد اللطيف بصح مؤخرا كان عنده مشاكل معاه ولكن دوك المشاكل تحلو وتصالحوا بيناتهم المحققين طلقوا مصطفى وبطبيعه الحال الضغط غادي يتزاد عليهم الاعلام والصحافه وكاع الناس في المغرب كيدويو على هذه القضيه القضيه تاع مرداس ولات قضيه راي عام كلشي كيدوي عليها يعني خاص المحققين في وقت يلقوا لها الحل وفاء اللي هي مرت عبد في مرد الشعب المغربي كله تضامن معاها الكبير والصغير كاع المغاربه بقات فيهم وفاء حيت كيشوفوها بطريقه كيفاش كتبكي كيفاش كدوي على رجلها واي فيديو صورته مع الصحافه كتلقاها باللي كتبكي وكتطلب من جلاله الملك انه يتدخل في هذه القضيه المخابرات دخلت في هذه القضيه وغادي يبداو خدامين صباح وليل ما غاديش ينعسوا حتى يحلوها وفي وقت قريب بزاف باش بدون المخابرات في هذه القضيه غادي يوصلوا شي معلومات اللي غراب غادي يلقاو باللي وفاء يومين باش ما تراجلها غادي تمشي للبنكه وغادي تحول شي فلوس كثيره من الكونت تاع الله يرحمها يرحموا الكون تاع هي وفي ذاك النهار بالضبط فاش حولات هاد الفلوس هادو غادي تمشي دير شهادة وفاة على رجلها وغادي تبدا كدير تصفية التركة بطبيعة الحال التصرف ذات وفاة ماشي عادي كيبان العكس داك اللي كتبين كاع الشعب المغربي كيشوف انا وفاة وسط الاعلام ما حتى الدوا هي كتبكي على رجلها شوية كتجيهم الاخبار بانه مشات تيرات شي فلوس ودار تصفية التركة يعني شي حاجة تماك ماشي هي هذيك البوليس غادي على وفاة باش يحقوا معاها في هادشي غادي يقول أعطيني شي تفسير لتصرف اللي درتي علاش مشيتي للبنكة وبدلتي الفلوس الكونت تاعك قالوا لها بلي داك النهار بالضبط فاش مشيتي للبنكا ودرتي هاد التحويل تاع المال كنا جينا عندك الفيلا تاعك ولقيناك بلي ما قاداش حتى الدوي كيفاش انت داك النهار جينا عندك ما قاداش حتى الدوي قال لقوك بلي مشيتي للبنكا ودرتي تحويل تاع المال ومشيتي درتي تحسين التركه هنا وفا غدو بواحد الطريقه اللي صدمات البوليس غادي تدو بحال ماشي داك وفا النار بحل داك النهار بحال شي وفا اخرى غادي تخرج فيهم عينيهم وغادي تقول لهم بلي ديك الفلوس كنت محتاجاهم وداك الشيء اللي درت على قبل الورد راه حقي وحق ولاجي الطريقه باش جوات معاهم فهاد هي الطريقه باش جوات معهم داك النار فاش عندها. سيدة عندها السيده خرجت عينيها وتبدلات ودوات بواحد الطريقه بحال التيفاز بطبيعه الحال البوليس فاش شافوها دوات بهذه الطريقه هادي غادي يبداو كيسولوها اسئله بزاف وهنا وفاء باش غتبدا كتجاوب مع البوليس بواحد الطريقه اللي غريبه بدات كتبين لهم الهضره باللي هي متاكده من راسها وباللي الموت تاع راجلها شي علاقه بها البوليس غادي تلقاو هاد ماشي فحالها ولكن هادشي اللي دارت ما ليها الطريقه باش دوات معاهم بالكوميساريه وتحسين التريكه اللي دارت في النهار الثاني باش ما تراجلها يعني كاينه شي حاجه تماك غادي يبقاو مقابلين ليها التليفون تاعها 24 ساعه على 24 يشوفوها مع من كدوي واش كتقول في زابيل غادي يبقاو حاتين وافا مع من كتوي حتى غتلاحظوا باللي وافا كتطور واحد من النمره بزاف هاد النمره من هادي ماشي كتطور ليها مره ولا جوج المرات في النهار كتطور ليها بزاف المرات وقت ما دورات كتشد الهضره طويله تاع ساعه نص ساعه بطبيعه الحال البوليس غادي يدخلهم الشك وافا لما كتطور واش كتقول في هاد المكالمات هاد المكالمات وكثرت الهضره كثيره بزاف كاينه شي حاجه تماك البوليس غير غادي يلقاو مول هاد النمره من هادي وسميتو هشام المشتري وعنده 40 عام هاد السيد هذا مستشار جماعي في حزب التجمع الوطني الاحرار و ومن غير هاد الشيء كان الصديق تاع عبد اللطيف مردهس هنا البوليس غادي يطرحوا واحد السؤال علاش هو فقط اتصل بهذا السيد هذا هي العلاقه تاعو معاه مخابرات بالزربه غادي بدا كتشمع معلومات على هذا السيد هذا باش يشوفوا اش كيدير في حياته غادي يلقاو بلي مستشار جماعي كم صاحب مع عبد اللطيف مردهس ديما كيتلاقى معاه والحاجه الثالثه اللي غتصدمهم هي ان هذا السيد عنده واحد الهوايه هي كيمشي للغابه وكيبدا كيصيد هشام كان كيبغي كان كيحماق على الهوايه تاع السيادة هادشي وصل المخابرة للمخابره ماشي شي واحد اللي قالوا له ماشي وصلوا ليه باجله غادي تدخلوا للفيسبوك تاعه وغادي يلقاو بلي اللي تصاور هو كيصيد تصاور وسط الغابه هو كيسيد الخنزير وهز لهم البوليس غادي يزيدو يعمقوا البحث فهاد التصاور يلقاو وغادي يعطيو واحد الافتراض وغادي يقولوا يقدر هاد المكحله اللي مصور بها هشام يقدر تكون نفس المكحله اللي تلق منها القرطاس البوليس من بعد ما وصلت هذه المعلومات هذه ديك الساعه غادي يمشيو يديروا تفتيش للدار تاع عيشان غادي يدخلوا عنده للدار وغادي يلقاو عنده زويجه معلقه ام مخبيها تحت الناموسيه بطبيعه الحال البوليس مع لقاو هذيك مخبيه تحت الناموسيه الشكوك تاعهم تزاد اش كدير هذيك تحت ناموسية ولاش مخبية ما غاتجيكم بنات مخبيه مكحلة كحله تحت الناموسيه بديك الطريقه اللي بوليس البوليس الا شي واحد دير بها شي حاجه ديك الساعه غادي يديروا المينوت وغادي يتجوا للكوميساريه باش يبداو معاه التحقيق هشام اول حاجه غادي يقول البوليس بلي مرداس عبد كان صاحبه بزاف علاش غادي يقتلو علاش غادي يدير فيه هادشي الشيء قال بلي كانت كتجمع معاه علاقه زوينه معاه كان بحال خوه البوليس هما كيحقو معاه هشام حتى لواحد شويه التليفون تاعو غادي يصوني البوليس غادي يهزوا ليه التليفون باش يجيبوا شكون اللي حتى غادي يلقاو باللي كدور ليه وافا هنا البوليس غادي يطلبوا من هشام انه يدوي معاه عادي بحال ما كاين شي حاجه قالوا ليه غادي غدوي معاه بحال حنا ما كاينينش بحال كاين غير انت وياها باش نسمعوا اش غتقول لك غادي يبداو كيدوي بجوج غتقول ليه وافا السلام كيدير بخير غادي يقول ليه هو بخير الحمد لله بخو كيدوي واحد شويه حتى وافا غتقول ليه واحد الهضره اللي غادي تصدم البوليس غتقول ليه باللي هاد البوليس فرعوا ليا راسي كل لي شويه يلاه معانا كل شويه يلاه الكوميساريه وانا بدو كيخلعوا كي لي التصرفات اللي كيجيو نديرو ياك قلت قالت لي انا خايفه نوصلوا لينا قالت لي في اقرب وقت خاصنا نديرو شي حاجه هشام وهز التليفون ودار الهوت بارلو كاع البوليس اللي كانوا مع هذا الشيء وهشام ما قدرش يدوي بقى هز التليفون ومبلوكي هاد الهضره اللي كتوافى لهشام في التليفون كانت كافيه ان البوليس ديك الساعه يخرجوا ويمشيو يعتقلوها غادي يدخلوها لواحد البيت وغادي يحيدوا لها التليفون وغادي عليها وقبل ما يبداو معاها هي التحقيق غادي يبداو مع هشام هو الاول البوليس غادي يقلبوا لهم التليفونات تاعهم بجوج وغادي يشوفوهم اشكون كيقولو كي في ميساجات وغادي يلقاو بلا الميساجات اللي كانوا كيصيفطو كي لبعضياتهم بحال بيناتهم شي علاقه كيصيفطو كي قلوب ميساجات حميميه يعني كاينه شي علاقه بيناتهم البوليس من بعد هادشي غادي يتأكدوا 100% بان هشام وافى بيناتهم علاقه غير شرعيه مخابرات هنا كانوا متيقنين 100% بان وافا وهشام عندهم علاقه بالمقتل تاع عبد مرداز مرداس البوليس غادي يبداو مع هشام تحقيق تاع بصح وغادي يبداو كيضغطوا عليه يضغطوا عليه حتى واحد اللحظه غادي ينفجر وغادي يقول لهم شوفوا نعاود لكم الصراحه انا راه داير علاقه مع وافا قال لهم طبيعه الحال ماشي علاقه عاديه علاقه غراميه ويقول لهم ولكن راه ما عندي حتى شي علاقه قتل تاع راجلها قال لهم شوفوا انا راه غادي نقول لكم الصراحه راه مرت وفاء هي اللي قتلته غادي يعود كيعاود البوليس وغادي يقول لهم مؤخرا وافقت عندها مشاكل مع رجلها عبد كانو كانوا ديما والسبب هو ديك البنت اللي كان خاتم كان ديما تيقول دي لها كتب لي الموافقه نتزوج بها ولكن هي ما بغاتش عبد الشريف مرتاز فاش شاف مرته ما الموافقه قال لها شوفي اما تكتبيها اما نطلقك قال لهم بلي هنا وفا فاش بدات كتجيها الخطه انها تقتل راجلها وداكشي اللي كان ما مشات حتى قتلاتو وصفت ليه وقال لهم بلي انا داير معاه علاقه ولكن ما عندي حتى شي علاقه بالمقصل تاع راجلها البوليس بعد ما كملوا التحقيق مع هشام دابا غادي يدوزو مع وفاء غادي يبداو كيسولوها وغادي يقولوا لها عاود لنا العلاقه تاعك مع هشام غتقول لهم شوفوا انا هشام ما عندي مع حتى شي علاقه هو الصديق تاع راجلي الله يرحمه هذا الشيء اللي وقع بيناتنا بديت انا كندور ليه هو كيدور ليا كيوقف معايا في العزاب اي حاجه بغيتها كيتعاون معايا فيها وفا كان راسها قاصح وما كتعترفش الهضره اللي كتقول كتعاودها بقات على الهضره تاعها واخا البوليس كيزيروها والو ولكن غير غادي يقولوا لها بلي هشام راه اعترف وقال لنا كل شيء وقال لنا بلي راه داير معاك علاقه غراميه وبلي انت اللي قتلتي راجلك هنا وفا غادي تعصب تدخل في واحد الحاله هاد السيري غتقول لهم شوفوا انا غادي نعاود لكم كل شيء راه هو اللي قتلوه. وفي وسط الكوميسارية هو كيحق مع البوليس بدات فرنسا بدات كتغوت وقالت لهم هو اللي قتلها هو انا ما درت حتى حاجة هو اللي دار كل شيء قالت لهم له شوفوا انا غادي نعاود لكم كل شيء من الاول حتى الاخر اش وقع بالتفاصيل هو بيغرقني انا غادي نغرق انا وياه دابا وفا بدات كتعاود لهم قالت لهم له بلي انا كنت عايشة بخير مع راجلي انا اللي وقفت معاه حتى وصل لهذا الشيء كامله ولكن في واحد الوقيتة بديت كنحس به بانه تبدل اليومات الاولى كنت عادي كون غير مع ستريس تاع الخدمة داك الشيء علاش ولكن طول بزاف وهنا فاش نقلب وتنشوف علاقة مع شي بنت اخرى مده طويله وانا كنقلب مده طويله نيت حتى لقيت بانه كان صاحب مع واحد البنت سميتها خوله قالت لهم بلي المشكل ما لقيتوش غير صاحب لقيته بلي خاطبها ديما كيخرج معاها ودير معاها علاقه فاش عقت بيه مشيت عنده ودويت معاه ولقيت بان السيد راسو قاصح يقول لي بلي انا بنت جوج مره ثانيه ما خليت ما درت معاه ولكن والو السيد اللي فراسو فراسو وافقت لبوليس فاش شفت راجلي بانه راسو قاصح داكشي اللي فراسو هو اللي فراسو ما بغيش يتبدل هنا فاش مشيت كنقلب على واحد الشوافه قالت بلي صحاباتها هما صحابات اللي سميتها رقيه معروفه وعندها خبره كبيره في هذا الشيء ديما كتمشي عندها كتعطيها العشوب وكتعطيها شي طرق على اساس ان الراجل يتبدل واللي كيبغيها وينسى ديك البنت بقات مده طويله وهي كتمشي عندها حتى صيبات لها واحد السحور باش راجلها يتفرق مع ديك البنت ولكن هالشي كل كله اللي دارت ما دارت حتى نتيجه راجلها بقى مع ديك البنت وبقى ديما كيبغيها نفس الهضره اللي كيقول ليها راجلها في الاول هو اللي كيقول لها دابا واخا كاع داك السحور اللي دارت وكاع داكشي اللي دارت والو ما عطات شي نتيجه بالعكس فهاد اللحظه عبد اللطيف ولا كيبغيها اكثر وقال لها شوفي الا ما كفيتش ليا الموافقه باش نتزوج بديك البنت راه غادي البوليس بلي عبد اللطيف وقت ما كان كيشد معايا هذا الموضوع تاع كتبيا الموافقه كنت كنتاب انا وياه وهنا المشاكل فاش تزادو مبقيناش كاع كنتويو فاش نقصات بيناتهم الهضره نقدروا نقولوا بلي ما بقاوش كيدو هنا فاش عبد اللطيف غادي يولي كيهتا وغادي يقول لها باللي قريب راه غادي نتلقك قال لها باللي انت ما تصلحيش ليا اصلا ما بقيتش كنبغيك صافي قريب غادي نتلقو فهاد الوقيته وافقت مزومه بزاف حيت كتجوب لي الراجل اللي صرات معاه تعذبات معاه سنين طويله وهي معاه في الاخر قلب وجوع عليها الحاجه اللي زاد عبد ولا تذكره اكثر في وفاه هي ان عقبها واحد النهار كتجي ليه السحور واخا كاع دوك السحور اللي كانت كتجي ليه وفاه بقا ديما كنمشي عند ديك الشوافه هاد الشوافه الرقيه اللي كانت كتمشي عندها وفاه كان عندها واحد خوها اللي هو هشام كانت وفاه كتعاود كاع المشاكل ديك الشوافه اللي كيدوزو بينها وبين راجلها اي حاجه وقعت لهم كما كانت هضرات تابو كتمشيو كتعاودها ليها وديك الشوافه اي حاجه قالت لها وفاه كانت كتمشي تقولها لهشام له كتعاود ليه كلشي حتى لواحد النهار الشوافه الرقيه غتمشي عند خوها هشام وغطرح ليه واحد الفكره غتقول ليه بلي وفاه أم قورة بزاف من جهه راجلها هذه هي الفرصه باش تقرب منها ودير معاها شي علاقه دير راس داك الراجل المثالي اللي بغيت توقف معاه وتعاوننا وهكا وفاء غادا حتى هي كتقرب منك في الاول هشام رفض هذه الفكره وقال باللي ما هنتقربش منها ما عندي ما ندير بها السيده راه مجوجه وعندها مشاكل مع راجلها خليها تبر راسها هي وراجلها ولكن رقيه بدا كل نهار كتعمل ليه راسو وهذا الشيء غادي يجيب نتيجه حتى غادي يولي هشام كيتقرب منها هشام كل نهار كيبدا غادي وكيتقرب لوفاء اكثر واكثر حتى جوج هادو يديروا علاقه ومن بعد غادي جوفي تتك الرجل اللي كيبغيو بعضياتهم وفا كتشوف في هشام ديك الشوفه تاع الراجل اللي عود على الخيانه تاع راجل اللي وقف معاها وعاونها وقت ما كدور ليه كتلقى واجد باش يوقف معاه غادي تدوز وقيته طويله وهي تلقى كتلقى مع هشام غير بالتخبيه في التليفون وكل شيء هو هذاك حتى لواحد النهار وفا غتلقى التليفون تاع راجل عبد اللطيف محطوط فوق الطبله غتمشي وغتهزو غتقدر انها تحلو وغتبدا كتقلب في التصاور وهنا باش غادي تصدم غتلقى في التليفون شي تصاور ما فيهم ما يتشاف تصور تاع راجل عبد اللطيف وديك اللي خاطب خوله وفا بديك الفقصه فاش جاب دوك التصاور غتصيفطهم التليفون تاع راجل التليفون عندها وغادي تلوحو في الانترنت وبطبيعه الحال كاينين واحد النوع تاع الناس اللي كيشوفو التصاور اللي ماشي تاع اللي كيبداو كيبارطاجيهم بارطاجي لهذا بارطاجي لهذا حتى دوك التصاور تبارطاجو بزاف وهما يوصلوا لخو خوله اللي هو مصطفى مصطفى باش يوصلو دوك التصاور غادي تعصب بزاف ديك الساعه غادي يهبط لكازا وغادي يمشي حي حدا الفيلا تاع مرداس ذاك دا كيسبو كيهددو بالقتل ويقول ليه لاك راه غادي نقتلك ولكن بات مصطفى كان قريب بزاف لمرداس غادي يجي عنده حتى لكازا وغادي ومعاه وهكا مرداس غادي يجي ليه تنازل وغادي يخرج هذا مشاكل كاملة اللي وقعوا ما بين عبد اللطيف والعائله تاع خوله غادي يزيدو المشاكل ما بين عبد اللطيف ومرته وفاء غادي يقول لها بلي دابا انا وديك السيده تشو هنا في الانترنت وبزاف الناس الناس كيعرفونا بلي مع بعضياتنا خاصك تعطي الموافقه باش نتزوج بها من داك النهار بالضبط المشاكل ما كيحبسوش بيناتهم كل نهار كيدابتو جي مع عبد اللطيف مع مرته من هاد الايام بالضبط باش المشاكل بيناتهم ما غيزقاوش جي ما غيوليو مدابزين ديما عبد اللطيف يقول لها اكتبي لي الموافقه راه بغيت نتزوج بالسيده راه وقعوا بزاف ولكن وافقت تقولي لا غادي نمشيو بالطب حتى ل 2017 شهر 3 نهار 7 داك النهار مع عبد اللطيف غادي يجي فيك غادي يجيب التصداع مع مرته غادي يقول ليها شوفي اليوم خاصك تكتبي ليا الموافقه قال ليها شوفي الا ما كتبتيش ليا الموافقه راه غادي نتلقك دابزو بيناتهم عبد اللطيف خرج فحالو ومعاه خرج وفاء بدات كتبكي بدات كتجري للتليفون هزاتو هي طول هشام وتقول ليا راه بحال دابا دابزنا كتعاود لهشام وهي كتبكي وقالت ليه بلي انا راه بغيت نتفك من راجلي بغيت نقتلو وفاء كتقول للبوليس بان معاك ثلاثه هضره هاديك قالت ليه بانني بغيت بي نقتل راجل عبد اللطيف ديك الساعه وافق قال ليها باللي انا راه معاك الحاجه اللي غتجي تقول ولكن يعني كيفاش غتقتليه كيفاش غتجيري ليه, كيف ليه؟ وكيفاش انا باش نوقف معاك هنا وافقت بدا كتعاود هي الخطه وتقول ليه جوب راجلي خاطب واحد البنت سميتها خوله هاد البنت خوله عندها واحد خوها سميتو مصطفى هتقول ليه جوب بلي هاد هت مصطفى هذا واحد الدري اللي باس بزاف كان واحد النهار جا حتى أنا عبطل شيف اللي عندنا وبدا كيهدز عبد اللطيف باللي لاكبطو غادي يقتلو قالت ليه باللي وقعوا بزاف تاع المشاكل بيناتهم حتى ان عبد اللطيف دخل مصطفى للحبس قالت ليه هاد مصطفى هذا الدري اللي كندوي لك عليه عنده واحد داسية كحله من نوع تاع كات كات قالت لي جوف خاصك ضروري تطبل على شي طوموبيله كيما قلت لك تكون داسيا وكحله وكات كات وتجيب معاك شي سلاح باش تيري على عبد اللطيف وانا الخدمه تاعي هي انا غادي نحاول نعطل عبد اللطيف بالليل غادي نحاول ندور له بالليل نعطلو ونمشي نجيب شي صخره وهكا غادي تعطلو ما يدخلش بكري وكيما كتعرف بلي بلاصه فين ساكنين يعني بالليل كتكون خاويه يعني غتكون ساهل انك تيري عليه وتقتلو وتهرب بلا حتى شي واحد ما يشوفك قلت لي جوف ولا درتي هادشي بالضبط اللي قلت لك راه حتى شي واحد ما غادي يعيق الا درتي هادشي كله بجيك داسيا كحله كتقطع حتى شي واحد ما جا قبينا كلشي غادي يشك في مصطفى حيت تا هو عنده نفس الطوموبيله وهكا البوليس غادي يشكو غير في مصطفى وحتى شي واحد ما غادي يشك فيك انت تخيلو معايا بلي هشام ديك الساعه واف قال لها بلي انا معاك قال لها بلي انا اليوم غنمشي نقلب على هاد الداسيا كحله اللي قلتي ليا كاتكاس وغادي نجيبها ديك الساعه غادي بدا كيدور في التليفونات وتبان ليه النمره تاع ولد خطو اللي كان سميتو حمزه مقبول قال ليه دابا كرا ليا شي كتقاط كحله تكون من نوع داسيا قال ليه ما بغيتهاش اليوم بغيتها دابا بغيتك دابا تخرج مشيت كريها وتجي عندي كما قلت لكم بلي الهوايه تاع هشام هي الصياده يعني غادي يكون عنده بزاف تاع المكحلات في الدار غادي يمشي يجيب احسن مكحله عنده غادي يحطها فوق الطبله وغادي يمشي يجيب جوج قاشر كحلين باش يغطيو وجههم بطبيعه الحال هذه العمليه ما يديرهاش بوحدو غادي يمشي هو وو وولد اختو حمزه وكما قلت لكم بلي ان هشام كيعرف يتيري بالمكحله يعني ما غاديش يلقى مشكل ان يتيري فيه ويجيبها ليه في راسه غادي يسال ان يتيري فيه واخا يكون وسط الطوموبيل داكشي اللي وقع غادي يجي عنده ولد اختو بديك اللي قال غادي يحطوها قدام الدار وغادي يدخلوا وغادي يعاود لي هذه الخطه هشام غادي يقول ليه ما تخلع ما والو انت باغي دير حتى شي حاجه صعيبه انت غادي غير تسوق وصافي فهاد الوقيته غادي واحد المكالمه من عند وافا غادي تقول ليه شوف راه دورت لعبت التليف وراه غادي تعطل حاولت انني نعطلو مشيت قلت ليه جيب لي شي صخرة باش ما يدخلش بكري للدار قالت لي انت ديك جوج تسعود 9 خاص تكون قدام الفيلا واجد باش كيبان لك تيري فيه وتهرب داكشي اللي غادي يوقع هشام غادي كتكاع المسائل اللي عنده غادي يركب هو ولد ختو في الطوموبيله وغادي يمشيو يريحو في واحد البلاصه اللي كانت قريبه الفيلا تاع مرداس بقاو مريحين مريحين مده طويله حتى وصلت ديك جوه ديك 9 ونص هو غادي تدور ليه وغادي تقول ليه شوف راه عبد قريب غادي يدخل للفيلا وجد راسك عبد غادي يتم جاي غادي يدخل لحي الكالفونيا غادي يتم غادي يمز الدروبه حتى غادي يوصل حدا الفيلا تاعو غادي يستاسيون حدا الفيلا تاعو غادي يورق على التيليكوموند باش يطلع الكراج فهاد الوقيته فاش كان الكراج اوتوماتيك كيطلع هشام ولد كيخدو كانوا جايين مكسيرين بالطونوبيلة جايين بواحد السرعة اللي حتى غادي يقربوا للطونوبيلة تاع مرداس وغادي يبداو غادي بشويه شوية وهنا فاش هشام غادي يخرج كحلة وغادي تيري تطلع على القرطاسات قرطاسة غادي تجي في راسو وجوج الاخرين غادي يجيو ليه في صدرو معاك سيرة مسرح الجريمة هنا هشام غادي يجول ولد اختو شوف تيني جيريك للطونوبيلة تاعي خاصني تفك من هذه الادوات تاع الجريمه ديك الساعه غادي يدورو غادي يمشي حطو قدام الطوموبيله تاعو هشام غادي يركب في الطوموبيل وغادي يمشي لواحد الخلا وغادي يرمي القرطاس ودوك التقاشر اللي كاين دايرين على وجههم الزواج حتى هي كان غادي بها برميها في الغابه ولكن غادي يتندم معاه الحال وغادي يرجع معاه غادي يمشي تحت الناموسيه تاعو وتماك فين غادي يخبيها ولد اختو حمزه ديك الساعه غادي يمشي يرجع الطوموبيله منين جابها غادي يرجع لتلك الشركه اللي كرا من عندهم والغد ليه هشام غادي يدور ليه وغادي يقول ليه شوف انت راه خاصك تجمع حوايجك وتمشي لتركيا غادي تبقى تماك مخبي في تركيا حتى تهدل الاوضاع عاد باش ديك الساعه رجع وقال لي شوف كاع المصاريف هاد في فهاد الصافيره هادي انا غنتكلف تيارة اللي غنتكلف بهم التياره الهوتيل الماكله اي حاجه انا اللي غادي نخلصها عليك وقال لي ما غترجعش للمغرب غتبقى في تركيا حتى نهار نقول لك رجع عاد باش غترجع الشيء اللي غادي يوقع حمزه غادي يجمع حوايجو وغادي يسافر تركيا ومن بعد مده قليله محتاي غادي يمشي عنده نهار 27 شهر 7 يعني 20 يوم بعد المقتل تاع عبد اللطيف مرداس السلطات التركيه غادي يعتقلوا حمزه ومن بعد وقيته قليله باش يعتقلوا السلطات التركيه غادي يسلموه السلطات المغربيه باش يحكموه من بعد عشر شهور على ما قتل تاع عبد اللطيف مرداس دازو بزاف تاع الجلسات في المحكمه في هذه الوقيته غادي يكون خرج الحكم النهائي وغادي يكون حكمه على وفا بالمؤبات هشام مشترح حكموا عليه بالاعدام وحمزه مقبول حكموا عليه ب 30 سنه والشوه فرقيه اخت هشام حتى يحكم عليها ب عام.